وسكين الكريمنال الأخضر يا أصدقاء نزل معهم، والله شيء فعلا أسطوري يا أصدقاء. السلام عليكم يا أساطير، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي LYNX. المهم يا أصدقاء، في هذا الفيديو سوف ندخل للسيرفر الأوروبي لنرى الأحداث ونرى يعني بعض الأشياء الأسطورية، وسوف نريكم أيضا لأنه ما نزل معه مسكين الكريمنال. المهم يا أصدقاء، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم منا كل جديد يا أساطير. المهم نبدأ بأول شيء، هو نزل معهم هذه القبضة كما تلاحظون يا أساطير، ونزل معهم يعني بعض الأشياء، يعني هذه الأشياء يعني عادية. المهم أهم شيء يعني القبضة في هذا الحدث. خلونا نشوف الحدث الثاني، نزل معهم هذا السكين الكوبرا يا أساطير كما تلاحظون، سكين الكوبرا، وهذه الحقيبة نزلت معنا مجانا، وهذه أيضا أظن أنها نزلت معنا مجانا، وسكين الآكا أيضا أظن نزلت معنا مجانا. مهم ما علينا، نزل معهم هذا السكين، نزل عندنا نحن أيضا، يعني شيء عادي لحد الآن، كل شيء عادي. جولد رويال عادي، جروزا نزلت معنا نحن أيضا، حاضنة نزلت هذا الصباح معنا، هذا السكين لم ينزل معنا بعد. المهم خلونا نكتشف بعض الأشياء الأخرى، خلونا ندخل للأحداث ونرى يعني نزل معهم هذه الأشياء. هنا بعض المهام للحصول على 2 بطاقة من الحاضنة و1 الأسلحة، وبطاقة أسلحة وبطاقة دايموند رويال. يعني هنا مخطط زمني تبعهم، وهنا هذا نزلت معهم حدث الاستعادة كما تلاحظون، وهنا نزل معهم سكين، هذا السكين الأسطوري فقط يعني بمهمات، يعني والله سيرفر أسطوري. يعني هنا نزلت معهم هذه المقلاة، نحن قد حصلنا عليها كما تلاحظون، واو شيء أسطوري فعلا. هنا يعني بعض المهمات أيضا للحصول على هذا الوجه، لكن مؤقت يعني ليس دائما. هنا هذه الحقيبة، خلونا نكتشف بعض الأشياء الأخرى. هنا توب أب، تشحن جوهرة تحصل على هذه الشخصية، تشحن 300 تحصل على 300 جوهرة، تشحن 500 جوهرة تحصل على 200 جوهرة، وشخصية كاملة يا أصدقاء. هنا هذا الصندوق تبع الملابس، هنا بعض المهمات للحصول على الأسلحة، صناديق الأسلحة. هنا هذا الحدث الأسطوري يا أصدقاء، حدث تبع الوشاح، والله حدث أسطوري يا أصدقاء كما تلاحظون، وفيه أيضا 7777 جوهر. سكين الكريمنال يا أصدقاء نزل معهم في هذا الحدث يا أصدقاء كما تلاحظون، واو شيء فعلا أسطوري. يعني الكريمنال هيبة يا أصدقاء، كما يعني والله أنا أصلا بصور هذا الفيديو أنا فرحان، لأنه سكين الكريمنال عاد في السيرفر الفيتنامي كما أريتكم في الصباح، واليوم عاد في يعني في السيرفر الأوروبي، يعني والله شيء أسطوري. نصيحة لكم يا أصدقاء، إذا أردتم أن تحصلوا على الكريمنال يعني بأقل تكلفة، يعني تلفوا بتسعتاشر جوهر، يعني لفة واحدة، وتلفوا يعني بعشر لفات 2 من المرات، إذا لم تحصلوا على أي شيء فلا تحرقوا جواهر أكثر يا أصدقاء، لأنكم لم تحصلوا عليه إلا إذا حرقتم يعني تقريبا 6000-7000 جوهرة يا أصدقاء، وإذا كان الحظ أسطوري ب3000 جوهر. المهم هنا كما تلاحظون يا أصدقاء، نزلت معهم هذا الوشاح الأسطوري، ونزلت معهم أيضا هذه اللحية يا أصدقاء، وهنا القروزة يا أصدقاء. المهم بعض الأحداث العادية حاضنة نزلت معنا نحن أيضا، يعني هنا هذا الحيوان الأليف نزل معهم هذا السكين يا أصدقاء، إكس إم ويت، يعني أشياء عادية. الكريمنال هو أهم حاجة، هذه كلها أشياء عادية. يعني خلونا نشوف هنا بعض الأشياء، خلونا نشوف هل في شيء آخر. المهم هذا أظن هذا اللي في هذا السيرفر يا أصدقاء. خلونا يا أصدقاء نكتشف بعض الأشياء الأخرى الموجودة في المتجر الكريمنال يا أصدقاء. الكريمنال سوف أقولها وأكررها يا أصدقاء، الكريمنال نزل معهم في السيرفر الأوروبي. ملاحظة يا أصدقاء، إذا أردتم
يعني طريقة كيف تدخلون لهذا السيرفر، يعني لتروا الكريمنال يعني بأعينكم، يعني اللي بده يعني يدخل لهذا السيرفر طريقة الدخول سوف تجدونها في الديسكريبشن، يعني في صندوق الوصف، وأيضا سوف تجدونها في أول تعليق من هذا الفيديو. كما تلاحظون أصدقاء الكريمنال يمكنك أن ترتديه للولد وللبنت يا أصدقاء. المهم هذه هي الأشياء يا أصدقاء، وكما قلت لكم طريقة الحصول على الكريمنال لفوا لفة واحدة، يعني لفوا لفة واحدة ولفوا اثنان، يعني إذا كانت عندكم جواهر زيادة لفوا يعني 10 لفات في 10 لفات، وإذا لم تحصل عليه لا تكلفوا نفسكم أكثر من يعني لن تحصلوا عليه أبدا، يعني مش ما راح تحصل عليه، راح تحصل عليه ولكن يعني بحرق يعني تقريبا 3000-4000 جوهر. المهم يا أساطير هذا كان الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. طريقة دخول السيرفر الأوروبي سوف تجدونها في الوصف، وكان معكم لين إكس، ومع السلامة.